شخص يختار 4 أعضاء من رئيس الجمهورية يختارهم رئيس الجمهورية، 4 أعضاء من مجلس الأعلى للقضاء يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، و4 أعضاء يختارهم رئيس مجلس نواب الشعب من الشخصيات المستقلة وفق شروط ومعايير بطبيعة مضبوطة وباقتراح وبتنسيق من وباقتراح من الكتل البرلمانية، كانت العملية تكون أسهل بكثير. وهكذا معمول به في فرنسا، كنا نجم نشوف أيضا شخصيات في المحكمة هذه تكون موجودة بالصفة متاحة، كنا نجم نلقاو آليات للاختيار أسهل بكثير من اللي تم الاختيار وقراره في الدستور وفي القانون المنظم للمحكمة الدستورية. اخترنا كما قلت لك الحل الأصعب. اليوم احنا في سيتواسيون هذية، ان شاء الله نهار الاثنين يعني نهار الخميس بيكون جلسة أخرى، بنحاولوا معناتها لازم النواب والكتل تلقى الاتفاق. بقينا ما يجبش يكون الموضوع في نهاية الأمر موقول فقط للكتل، حتى مش الكتل، الكتل مربوطة بأحزاب، والأحزاب السياسية تتحمل مسؤوليتها في موضوع المحكمة الدستورية. اليوم ندعي رؤساء الأحزاب السياسية عملوا مسؤوليتهم. تو بربي فما اسوبون صعيبه المعادله سي كريم، معناها تو في قداش كلامك معناها تقريبا ديما نسمعوه، كلام مش كلامك انت كهو، معناها كلام تقريبا كل السياسيين اللي نسمعوه اغلبيه اعضاء مجلس نواب الشعب نسمعوا نفس الكلام، وانه لازم نلقاو توافق حول شخصيه وحول الاحزاب لازم تتفق. ما فماش توافق، وقت اللي يغيب التوافق هذا وقت اللي الجبهه الشعبيه تتمسك بالمرشح نتاعها، وقت اللي النهضه تتمسك بالمرشح نتاعها، وقت اللي النداء يتمسك بالمرشح نتاعو، ما عادش نجم نوصل توافق، كي يغيب التوافق. شنو الحل معناها تو؟ الحل العوده للاحزاب، الاحزاب السياسيه قلت لك ما تنجمش تكون معناتها ما تتحملش مسؤوليتها في الموضوع هذا، لانه الكتل البرلمانيه تتبع احزاب سياسيه، ماشي مسيبه في الهواء الكتل البرلمانيه، لازم احزابهم رؤساء الاحزاب يقرروا، يقولوا نحن رشحنا فين، ويتفقوا ويقعدوا الاحزاب المماثله في البرلمان. يقعدوا ويقرروا يقولوا هذم الأعضاء، هذا قانون اخترناه فيه سلبيات كبيرة، على غالب هذاك الواقع يزن يقعدوا أحزاب المثلة في البرلمان ويختاروا الأعضاء، ما فماشي حل آخر. ترى أنه اليوم مستحيل يظهر لي إذا باش نواصلوا هكا والمناخ السياسي المتوتر، معناه يظهر لي شبه مستحيلة، وأنه باش نختاروا شخصيا نتوافقوا نتفقوا على الأحزاب الكل. العملية كيفاش قاعدة تتم؟ الناس تقدم ترشحاتها، تفتحنا باب الترشحات للتوانسه اللي توفر فيهم شروط لعضويه هذه المحكمه، الناس قدمت ترشحاتها، جلست لجان واختارت هالمرشحين. الان باش نختاروا المرشحين هذوما قراب من احزاب سياسيه. كل كتله في البرلمان عندها ممثلين متمسكه بالكونديدان نتاعها. وهذا جربناه 4 5 مرات في غياب معناتها اتفاق ما بين الكتل البرلمانيه. شنو نعمل؟ نرجعوا للاحزاب. لانه يعني الكتل ما هيش هي اللي معناتها مسيبه في الاولاد، طبعا الاحزاب اللي تقرر. كنت معناتها تتفرج في الموضوع وكان الامر ما يعنيهاش. اليوم لازم كون الاحزاب تقرر في هذا، فهمتني؟ وتقول ها وفلان 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 وفلان. فماش اتصالات سيد النايب، فماش اتصالات في الموضوع هذا بين الاحزاب و معنا كفريق تونس معنا شي عدد كبير من النواب باش ناثروا على التصويت. اليوم الاحزاب الكبيره اللي عندها ثقل كبير في البرلمان، نداء تونس، النهضة، وبقية الأحزاب، لابد أن رؤساء أو مسؤولين عليها الأول يقعدوا ويقروا ويفصلوا موضوع المحكمة الدستورية. واضح. يتواصل البلوكات. احنا في البرلمان كل كتلة متمسكة بالكونديدات نتاعها. دونك وموضوع المحكمة الدستورية أصلاً هو موضوع بعيد عن التجاذبات السياسية، لازم يكون بعيد عن التجاذبات السياسية. أعضاء المحكمة الدستورية ما همش ناس اللي ينجموا يكونوا في قلب العمليه السياسيه، اللي قاعد صاير في البرلمان يجعل منهم في رغبتهم او بدون رغبتهم راهيني اختيارات الاحزاب، وهذايا معناتها غالب تماما في التوجه اللي اخترناه من الاول. واضح. قلت لك الخيار غالب. خيار كان ينجم يكون لشخص رئيس البرلمان اللي يقرر بعد معناتها بالتنسيق مع الكتل اللي يختار ال4 ممثلين تاع البرلمان، اذا كان حابين نمشيو في التوجه هذا كما قلت كما موجود في المنظومه الفرنسيه. نحن اخترنا معناتها نظام صعيب جدا، واختيار الحصول اليوم على 145 صوت لمرشح واحد امر يعني صعب وصعب جدا، يتطلب تنازلات كبيره الكتل الى الان ما قامتش بهذا. بارك الله فيك. اليوم نرجع الى تحكيم الاحزاب السياسيه، انا هذا رايي اليوم. نوجه نداء لرؤساء الاحزاب الممثله في البرلمان انه يتحملوا مسؤوليتهم. راهو السياسه
في تونس قائمة زادة جزء كبير منها على الأحزاب. ما نجموش نلوح الكرة للمؤسسات في كل مرة والأحزاب تخرج من اللعبة. الأحزاب عندها مسؤولية في هذا، مسؤولية كبيرة تحمل مسؤولية قدام تونس. واضح، شكرا لك سي كريم الهلالي نائب بمجلس الأمة بالشعب عن كنت حركة تفاق تونس على تدخلكم معنا. احنا باش نواصلوا